مساء الخير. مساء الخير. كيفك؟ بس انا كنت حابه اسالك شويه اسئله صغيره. ده اول مره تشاركي في المعرض؟ نعم. ممكن في الاول بس تعرفيني بيكي وبالشركه او الصالون تبعكم؟ نحن من جوال جروب. عنا كذا شركه. اول شيء عنا ميزون دي جوال اللي هو الصالون. عنا فروع كتير بدبي وبأبو ظبي وبكل انحاء دبي، كل انحاء الامارات. من الكلينيك فيها كل الاشياء البرودكتس النون سيرجيكال والسيرجيكال، وعندنا دكاتره من انحاء العالم كلهم بيحكوا انجليزي وعربي وفيري فريندلي. اكيد تمام. اول مره تشاركوا في معرض مجوهرات؟ ايه نعم، هذا اول مره. طب بتشاركوا في معارض ثانيه على مستوى الامارات؟ ايه، يوجوالي بنعمل برايدل شو، بنعمل كتير شوز ثانيين، واوقات بتكون تحت اسم جوال مارديانيان. طيب حابة أسألك عن طبيعة الماركتينج واللايف ستايل موجود في الإمارات. أنتوا بتركزوا على نوع إيه من الماركتينج؟ خاص بالسوشيال ميديا أكتر ولا الحاجات المطبوعة نيوز بيبر ماجازين ولا كله أونلاين؟ نحن بنعمل اثنين، بنعمل سوشيال ميديا وكل شيء خاصه بالاونلاين، وكمان بنعمل بروشورات وبنعمل فلايرز بنوزعها على العالم بيقدروا يعرفوا كمان عن البرودكتس تبعوا الجوال. انت شايفه ماركت الامارات ماشي ناحيه ايه، الحاجات البراندز ولا الحاجات الاونلاين؟ انا بحس انه عم بيروحوا اكثر على الاونلاين، كرمال هيك نحن دائما بنحاول انه نحط اغراضنا اونلاين على الويب سايت وعلى السوشيال ميديا سبيشلي انستغرام وفيسبوك. عامة ميرسي خالص، بالتوفيق وفرصة سعيدة. ميرسي لك.